أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي مصر لتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري، مضيفاً أن الحكومة ترحب أيضاً بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نفتتح المؤتمر السنوي السابع للمستثمرين لسي اي كابيتال نحن نجتمع اليوم في وقت اثبتت فيه الشراكات انها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصاديه بينما نتعامل مع تحدياتنا ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي هدفنا ان ندرك الامكانيات غير المطروقه الموجوده لدى مصر اود ان اتقدم بالشكر لكل الشركاء المستثمرين التنفيذيين القادة الجهات المنظمة الذين جاؤوا للمشاركة في هذا الحدث بهدف واحد وهو استكشاف فرص الاستثمار